التين الشوكي للبشرة وكليل الجبل للشعر. من أبرز فوائد التين الشوكي أنه يشد البشرة ويخفي الخطوط الصغيرة اللي غالبا تكون حول العين أو حول الفم مع استمرارية استخدامه. برضه يساعد على التخفيف من التصبغات اللي بالبشرة وعلى تفتيح الهالات. الحلو بزيت التين الشوكي أن البشرة بسرعة تمتصه، ما يدبق ولا تبقى طبقة فوق البشرة. أما بالنسبة لأكليل الجبل واللي أغلب البنات صارين يستخدمونه الفترة هذه، فهو يعزز نمو الشعر ويقوي لك البصيلات. فدائما اللي يستخدمون أكليل الجبل الشعرات اللي تطلع لهم قوية وثخينة. وعشان تاخذين نتيجة أسرع وأفضل لأكليل الجبل، يفضل أنك تستخدمينه مع ديرما رولر أو هذه. هو نفس الفكرة، أبر صغيرة فكرتها أنها تفتح المسام. أي طبعا بنات انتبهوا، هي تقدرون تخلونها طويلة مرة وتقدرون تخلونها شوي، فانتبهوا على روسكم. طبعا أنا شفت نتيجة مرة خيالية من ماء أكليل الجبل، مع العلم أن أنا ما كنت أستخدمه باستمرارية. يعني كنت مثلا أستخدم يوم أقطع يومين، أستخدم يومين أقطع ثلاثة، ومع ذلك شفت نتيجة مرة حلوة. طريقتي بالاستخدام، أول شيء استخدم الأداة الحلوة هذه على كامل فروة رأسي، وبعدها على طول أبخ ماء أكليل الجبل المقطر اللي وصلني من روز باث. بعد ما استخدم البخاخ على كامل فروة راسي، ابدأ اسوي مساج لمدة دقيقة او دقيقتين واكمل حياتي طبيعي. الحلو فيه انه ما يدبق بالشعر ولا يدهن بالشعر، يعني ما يحتاج تغسلينه ابدا. تستخدمينه مرة واحدة في اليوم، ويفضل على فروة راس نظيفة عشان تشوفين نتيجة اسرع. اما بالنسبة لزيت التين الشوكي، فكان تحدي صعب جدا لهذا المنتج، لان انا اعطيته واحدة من البنات اللي صفر التزام، صفر. وصراحة توقعت إنه ما يجيب نتيجة معاها، لأن هي من النوع اللي ما تلتزم نهائيا نفسها. لكن تخيلوا إن بفترة قصيرة باستخدامات قليلة مرة 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 فرقت بشرتها بشكل مو عادي. أثار الحبوب اللي عندها بدت تخف، الخطوط الصغيرة اللي حول العين وحول الفم أقدر أقول لكم تقريبا إنها اختفت تماما. لكن طبعا عشان تشوفين نتيجة أفضل لازم تستمرين عليهم يوميا. واللي يقولون إن أكليل الجبل يطلع شيب، أنا من الناس اللي أتمنى فعلاً أن شعري يصير فيه شيب، ولذلك بديت أستخدمه وأحط منه بكميات كبيرة، لكن مع الأسف ما طلع لي شيب. وقريت أنه مقاوم للشيب، ما يطلع شيب. حساب روز باث موجود في التاج تحت. باي.